جاهزين يا أولاد علشان نطلع الرحلة؟ جاهزين. طيب هسأل كل واحد فيكم سؤال، واللي هيجاوب هيطلع على الأوتوبيس، واللي مش هيجاوب هيروح يرفع إيده هناك على الحيطة. واكيد. قول لي يا حماسة، أحمر يعني إيه؟ أحمر يعني رد. شد في شعرك شد. روح يا بقلة وارفع لي إيدك على الحيطة، ما انتش طالع معانا. هطلع أنا على الأوتوبيس طيب يا أستاذ؟ لا خليك يا حماسة، الكسبان هيطلع كله مع بعضه. قول لي انت بقى يا محسن، اسود يعني ايه؟ اسود يعني بلاك، بص من الشباك. روح يا حماسة جنب بقلة وارفع لي ايدك، ما انتش طالع. انا قلت لك من الاول طلعني الاوتوبيس، لازم تسيبني يعني عشان اقع في الرذيلة؟ اديني جيت لك يا ابن الموكوسة. وانت يا زقلة قول لي، اخضر يعني ايه؟ اخضر يعني جرين. وانا خارج مع ياسمين، اروح اقف جنبهم وارفع ايدي يا استاذ؟ ايوه يا اخويا، روح جنب المقاطيع بتوعك. اهلا بيك زوموليكس جديد الضاف للقايمه. وانت يا زوباعه، اصفر يعني ايه؟ اصفر يعني يلو، هات ليمون وخليلو. يا لاوي، ده الواد راح من نفسه من غير ما اقول له حاجه. هو انا كده هطلع الرحله لوحدي يا استاذ؟ لا انا راح اقف معاه. طيب تقدروا بقى كلكم تقولوا لي ازرق يعني ايه؟ أزرق يعني بلو. اخس عليكوا تفوه.